لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. محمد رمضان دايما بيقول ان هو نمبر 1، دلوقتي احمد فيشاوي رد عليه قال له انا نمبر 2. ايه رايك بقى في حاجه زي كده؟ يعني مش عايزه اقولها لك قوي بالبلدي، بس يعني اتس اوكي، بيعلي بيعلي تمام، مش وحش يعني ترند، وشويه وهيشوفوا حاجه غيره، وفي الاخر خالص هيصوروا هما الاثنين مع بعض، واحنا كنا بنهزر يا جماعه، واحنا اتفرجنا وضحكنا وانبسطنا بس كده. دي كل القصه. تفتكر اللي حصل دوت هيبقى زي بشرى وهو في الاول لما هي قالت له كوبرا وهو الملك نفس البروباجندا اللي حصلت ولا لا؟ ما اعتقدش، لان احمد انا اعرف احمد معرفه شخصيه، احمد في ميزه اللي في قلبه على لسان، فما اظنش ان هو هيعمل بروباجندا لحاجه هو هيطلع بيها، او ان هم يجوا في الاخر يتصالحوا او الجو ده. احمد طايش شويه يعني، خلينا متفقين على ده، فبالتالي اي حاجه جواه او في قلبه، علشان كده هو بيكون قريب من الجمهور يعني، فبيطلع يقول اللي جواه، فما اظنش ابدا ان هو بيعمل الترند. يعني هو شايف ان هو نمبر 2؟ خلينا اقولك لا، يعني هو ممكن يكون مش شايف كده، بس اكيد في مصلحة ما او حاجة معينة هو عايز يوصل لها يعني، فده من وجهة نظري. اوريدي عمل اغنية نمبر 2. ايوه، ردا على لما بيحاول يستفزه يعني. لا انا ما خشطتش بالي، شفتهاش الاغنية دي بسرعة، لا دي ما تبعتهاش. لا هو محمد رمضان بس نفسي يبعد شوية عن الغرور، من تواضع لله رفعه ومن تكبر سخط، فانا عايزه التواضع يكون مهم جدا من اولويات حياتنا، بلاش الغرور، لان معلش انت ما عملتش انجاز قوي قوي انك على اساسه يعني تقول انا نمبر 1. نمبر 2 محمد فيشاوي بقى رد عليه؟ رد عليه يمكن حاولت استفزاز ليه، ممكن رد استفزازي ليه. عايزين نشوف بقى رد فعل محمد رمضان، هل عنده بقى سيلف كونفيدنس ولا لا، ده اهم حاجه يعني. هيبان بقى بالاخر، لو قال له نمبر 1 يبقى خلاص كده يعني يقفلها له خلاص. للاسف خد اكبر من حجمه يعني. انا شايفه الشخصيه دي، صحيح يرزقهم بغير حساب، القران قال كده، بس للاسف بحس ده يعني تظاهر اكتر، وايه، وفي شباب طالع بيجي له احباط. ماشي، طب ما هو فيشاوي رد عليه قال له انا نمبر 2. ما هو احنا هنفضل بقى في نمبر 1 ونمبر 2، فين الشباب بقى اللي هم بكالوريوسات وتعلموا وجامعات وكده، ولا لاقيين نفسهم نمبر 1 ولا نمبر 2؟ انا شايفه ان هم الاثنين بيحاولوا يزايدوا على بعض، والسبب في ده كله الناس يعني. خلينا متفقين ان لو احنا مش عملنا اهتمام ليهم اكيد ما كانوش هيطلعوا يقولوا كده. وبعدين انا عايز اسال سؤال، احنا عمرنا شفنا عادل الامام اللي هو قيمه وقامه وناس كتيره جدا بتتكلم عن عادل الامام دوليا، عمره طلع قال انا نمبر 1؟ احمد عز مثلا لما طلع يتكلم على محمد رمضان قال انا يعني، احنا اول مره نسمع نمبر 1 في الوسط. فخلينا متفقين ان مفيش حاجه اسمها نمبر 1 ونمبر 2، او انا مثلا ما اقدرش ان انا اقول عليك ان انت نمبر 1، ولا انت تقدري تقولي عليا ان انا نمبر 1. مين اللي بيحكم في ده؟ اللي بيحكم في ده الناس، انما احنا كمجال واحد او سيان في منطقه واحده، ما ينفعش ان احنا نقول على نفسنا او ان احنا نقول ندي نفسنا بوزيشن معين. اكيد السوشيال ميديا تمام. سمعتي عن المشكله اللي بين محمد رمضان واحمد الفيشاوي نمبر 1 ونمبر 2؟ لا والله، انا شفت كده زي صوره لاحمد الفيشاوي ان هو متصور عامل نمبر 2. طبعا محمد رمضان معروف من زمان انه عامل نمبر 1، بس انا حاسه ان هي كلها ايه، اسامي وبروباجندا كده معموله لكل واحد، بس ما فيهاش يعني حاجه مفيده يعني. ايه ده، عمالين تتنافسوا على ايه؟ كله بيتساوي. ايه كلمه لمحمد رمضان وكلمه لاحمد الفيشاوي؟ يعني مش عارفه اقول لمحمد رمضان يعني خلي بالك بقى من شغلك، انت بتشتغل بيعمل تمثيلات حلوه، انا بحب اتفرج عليه في التمثيلات بصراحه، ويعني لكن بس لا ولا حد فيهم يستحق نمبر 1 او نمبر 2، مش شايفه كده خالص. في ناس تستحق اكتر من كده، في ناس ذات قيمه علميه وعندهم ثقافه علميه جامده جدا، هم دول يستحقوا نمبر 1.